الحرائق التي اجتاحت مساحات خضراء واسعة. توفيق رمضان البوطي أحد شيوخ النظام وخطيب الجامع الأموي يكشف عن معجزة حدثت في مناطق الساحل السوري قبل نحو 10 أيام. ولقد رأيتم أن الله تعالى أيدهم عندما استغاثوا يا علي دخيلة وصلوا صلاة الاستسقاء أو الحاجة. عفوك يا سيدي، عفوك يا سيدي. ما مر يوم واحد حتى هطلت الأمطار التي أخمدت بقايا الحرائق التي كانت تتأجج هناك. المعجزة وعلى ذمة الراوي توفيق البوطي لم تقتصر على سقوط الأمطار وإخماد الحرائق. خضراء أكثر نضارة وأكثر عطاء وأكثر جمالا إن شاء الله تعالى. الصراحة أنك أتعبت شيوخ النظام من بعدك يا شيخ توفيق، فما جئت به لم يخطر حتى على بال الشيخ مأمون رحمة الذي شبه طوابير الغاز والخبز والبنزين بالرحلة الترفيهية وزيادة المحبة والوفاء. نحن نعتبر هذا الانتظار بمثابة رحلة ترفيهية. المحبة ازدادت، الأخوة ازدادت. ما مر يوم واحد. لكن بالعودة للمعجزة يبقى السؤال، من أين استقى توفيق رمضان البوطي أخباره؟ وهل لشخص يعيش في القرن 21 أن يكون بهذا الجهل وقلة الاطلاع؟ فهناك وفق تعليق ناشطين اختراع اسمه الموبايل، وسرعة انتشار الأخبار بلغت أوجها، وحتى النقاشات والمعارك باتت أونلاين. غير أن الحقيقة لا تبدو بجهل توفيق البوطي، ووصل الأمر به وبأمثاله من شيوخ نظام أسد للكذب الصريح وعلى الله وفي المنابر. ما مر يوم واحد حتى هطلت الأمطار. أما عن الساحل فلم تهطل به نقطة مطر واحدة منذ اندلاع الحرائق التي لم تجد مزيدا من الأخضر واليابس لتأكله، فخمدت تدريجيا وفق ما أكد سكان المنطقة. وصلوا صلاة الاستسقاء. وأما المفارقة بخصوص افتراء توفيق البوطي بكذبة المعجزة ودعوة أوقاف النظام لصلاة الاستسقاء واستجابتها يوم واحد، فبقصة ذاك المنخفض الذي كانت الأرصاد الجوية تتوقع قدومه في الأيام الماضية إلا أنه انحرف عن سوريا بقدرة قادر، ويبقى أقرب احتمال لسقوط أمطار متفرقة على سوريا يوم الأربعاء المقبل، أي بعد نصف شهر على اندلاع الحرائق وخمودها. صارت رماد للأسف. قبل أشهر وصل الأمر بتوفيق رمضان البوطي ليشبه قانون قيصر بكفار قريش، يتعاهد على مقاطعة اقتصادية واجتماعية جائرة. وبشار أسد وميليشياته الذين قتلوا مليوني سوري وهجروا الملايين بالنبي محمد وأصحابه. ما أشبه اليوم بالأمس، قانون الظلم والبغي والعدوان. المفارقة أن البوطي كان هنا فاضحا لنفسه ونفاقه، ومتحدثا بلسانه عما فعله نظام أسد وميليشياته بالمناطق السورية من تجويع وحصار حتى الموت ضمن شعار الجوع أو الركوع. في مقاطعة جائرة ظالمة. يا عمو قد ايش صار لك بالاكل؟ 7 ايام. قول والله العظيم. والله العظيم. حتى واكلوا ورق الشجر. وعلى هذا لم يبقى للناشطين على وسائل التواصل الا نصح البوطي وامثاله بما نطق به وغفل عنه. فالايام دول ولن ينفعه لا بشار ولا بضعة الاف ليرات ولا حتى المعجزات وافتراؤه. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسب. قد ايش صار لك بالاكل يا محمد؟ 5 ايام بلا اكل. بين انسان لديه دناءة التآمر والخيانة يصفق للعدو ان يحاصر ابناء وطنه، ان يجوع ابناء امته. الشعب الروسي فخور بما قام به جيشه في سوريا، ولكن بكل تأكيد من حق هذه العائلات ان تكون اكثر فخرا من اي مواطن اخر بما حققه ابناؤهم من انجازات كبيرة في سوريا. ما مر يوم واحد حتى هطلت الأمطار التي أخمدت بقايا الحرائق التي كانت تتأجج هناك.